اهلا بحضراتكم من جديد، والفقره الحواريه الاولى من برنامج الاهلي الليله، والعد التنازلي لمباراه القمه بين الاهلي والزمالك في السوبر المصري يوم الخميس القادم. لذلك عشان نكون على قدر الحدث معنا ضيف اعلامي قدير سبق لي انه خاض العديد من التجارب الاعلاميه في سنوات سابقه، وايضا مستشار للتسويق في كره القدم. فبالتالي حديث النهارده ما بين حديث عن مباراه الاهلي والزمالك، التناول الاعلامي، القضايا الاعلاميه، الملفات المهمه اللي بتهتم بيها او بيهتم بيها كل المشاهدين في الفتره الحاليه. لذلك انا مش هرحب لان هو صاحب مكان وابن المكان، لانه بالتاكيد من الاوائل الناس اللي كان ليهم اطلاله مختلفه عبر شاشه قناه النادي الاهلي، الاعلامي القدير الاستاذ عمرو شاهين. استاذ عمرو اهلا بيك، منور الدنيا. اهلا بيك يا استاذ محمد، ويعني متشكر جدا على المقدمه المبالغه اللطيفه دي يعني والله. وطبعا الواحد في بيته، فاهلا بيك وسعداء طبعا ان احنا نكون معاك وانا في القناه في بيتنا زي ما انت قلت، وسعيد ان انا اكون معاك يعني. احنا اسعد بالتاكيد، وان شاء الله هنستفيد بوجودك معانا النهارده. لكن ابدا الحديث معاك اعلاميا، شايف المتابعه الاعلاميه وشايف الاهتمام الاعلامي بمباراه القمه القادمه في السوبر المصري، شايفها ازاي؟ والاحاديث اللي ما بين الناس في الشارع كمان بنفس السياق او بنفس القياس مع الاهتمام الاعلامي، ولا الامور مختلفه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني الاول اكيد طول ما بيبقى فيه ماتش اهلي وزمالك بيبقى ماتش دايما يعني زي ما انت قلت، هو الماتش الاعلام هو اللي بيعمله يعني في كل مكان في تنافس بين الاهلي والزمالك، تنافس انا كراجل اهلاوي ما بشوفوش ان هو الند للند يعني. بمنتهى الامانه بعتبر النادي الاهلي في منطقه تانية خالص، ما فيش منافس حقيقي ليه في الكوره في مصر، لان المنافس يعني ند ليك. الزمالك مش ما اقدرش اقول ان هو ند للنادي الاهلي بمستوى التاريخ ومستوى البطولات ومعطيات كتير جدا لو اتكلمنا عنها، يعني صعب ان انت تقول ان في نديه. هي يمكن نديه خلاها الاعلام اكتر منها انها تكون موجوده على ارض الواقع يعني. خلاها زي الاعلام بالظبط. ده حقيقي، لان مطلوب ان انت دايما يبقى في اي بلد في ناديين يكون في بينهم تنافس على الاقل او اكتر. احنا طبعا لا احنا مثلا زي انجلترا ولا زي ايطاليا ان في تنافس بين 4-5 انديه. فلكن الحقيقه الواقع في مصر ان في نادي هو المسيطر على كل شيء، هو صاحب اكبر عدد من البطولات، وبعدين بفتره طويله جدا بيجي بعديه نادي تاني. فما اقدرش اقول ان ده في نديه، لكن اقدر اقول ان في ده اكبر تاني منافس. ولازم برضو نقول ان نادي الزمالك برضو بمسافه بعيده جدا بعديه بيجي بقيه الانديه اللي في مصر، فده واقع الكره في مصر. فطبيعي لما بيجي ماتش اهلي او زمالك بيبقى ده المباراه اللي ممكن يبص لها الناس على انها مباراه فيها نوع من النديه بين ناديين كبار في مصر طبعا. وهي بتبقى محفز للاعبي الزمالك اكتر منها لاي حاجه تانية يعني. يمكن دي اهم مباراه للاعبي الزمالك على اساس يعني، لو على الاقل على جيلي انا عشان اكون صريح معاك، انا ما شفتش يمكن في ال 20 او ال 25 سنه اللي فاتوا فتره نادي الزمالك سيطر فيها على البطولات مثلا المحليه والقاريه عشان اقول ان في نديه بين الناديين. فما نقدرش ان احنا نغير الواقع ده، واقع وارقام وتاريخ. في نادي في منطقه تانية خالص وفي نادي بعديه في منطقه تانية خالص والباقي بعدهم بمسافات طويله بسنوات ضوئيه. فلكن النديه اللي زي ما قلت لك خلقها الاعلام وخلقها التنافس بين الجماهير في الشارع، لان انت لازم برضو انت ممكن تبقى مشجع اهلاوي لازم تلاقي على حد تناكف معاه فده طبيعي، ده طبيعي انه يبقى موجود. كان يبقى الافضل طبعا انت يبقى عندك اكتر من نادي بنفسه، وكان يبقى الاهلي عنده منافس واثنين وثلاثه واربعه في مصر، للاسف ده مش موجود. لكن ما فيش شك ان المباراه اللي بين الاهلي والزمالك هي تعتبر اهم مباراه في الكره المصريه في الوقت الحاضر يعني. طيب مباراه السوبر القادمه بكل العوامل اللي ممكن تبني عليها اراء قبل انطلاق المباراه، دايما كده بتمسك الورقه وتشوف اخر اسبوع او اخر ماتشين ثلاثه كل فريق عمل ايه وتبني وجهه نظر. المباراه القادمه لو هتبني عليها وجهه نظر، شايف المجريات ازاي والاحداث ازاي بالنسبه للفرقتين؟ والله شايف يعني كان ليا الحظ ان انا حضرت المباريات اللي قبل كده اللي بين الفريقين في السوبر في الامارات، وكانت المتعه الوحيده، لان انا بصراحه ما بتفرجش على كوره في مصر من ساعه الاحداث المشؤومه بتاعت حادثه بورسعيد يعني. فالكوره بدون جمهور حاجه صعبه جدا، صعب جدا ان انت تتابع ماتش كوره مهما كان مستواه حقيقي بدون اي جمهور في المدرج، حاجه يعني قاتله. لكن ده حال الكوره في مصر لغايه اما ربنا يفتح علينا والامور تتغير، ده الوضع الطبيعي. فكان الصدفه ان الاقي مباراه
للأهلي بتبقى فيها جماهير وبتعيش أجواء كرة قدم حقيقية زي اللي بيحصل في الإمارات. وكون التنظيم بيبقى من الإمارات، وطبعا يمكن الإمارات وقطر هم أفضل بلدين ممكن ينظموا أي حدث رياضي في المنطقة، يمكن في العقد الأخير ده. فكانت خبرة ممتازة بصراحة، يعني من أمتع اللحظات اللي حضرتها المباراتين أو الثلاثة اللي اتلعبوا هناك في الإمارات في استاد هزاع واستاد محمد بن زايد. بالظبط. ويمكن العين أفضل، يعني العين بصراحة تجربته ملعب رونق، الملعب رونقه أفضل، وملعب ملعب ليه يعني طلع أجواء كرة القدم ولا ملعب حاجة تانية خالص يعني. فبصراحة يعني اللعيبة بتبقى فرحانة انها راح تلعب في مكان زي ده. الجمهور بيبقى فرحان، كون ان انت بتحط المصريين في منظومة بتحتكم للوائح ولقوانين ولشروط، بتشوف حاجة تانية خالص. فبتبقى حاجة من افضل خبرات الكرة المحلية في مصر في السنوات الأخيرة. زيد على كده أن يمكن زمالك عامل نتيجة ممتازة قدام الترجي، الفرقة بتاعته ممتازة في الفترة الحالية. فنتمنى إن شاء الله أن احنا نشوف ماتش كويس يعني في المباراة، ونتمنى إن شاء الله التوفيق للنادي الأهلي. طيب اتكلمت في جزئية أن الندية أو المنافسة على الورق المفروض مش موجودة، لأن في فرق شاسع ما بين البطولات ما بين الناديين، لكن الإعلام خلق حالة معينة. هل الإعلام لما خلق هذه الحالة عمل تنافس قوي للمباراة، ولا في النهاية برضو الإعلام بيحاول لكن الواقع مش هيتغير؟ هو الواقع اللي بيفرضه التاريخ والارقام، ما تقدرش تغير تاريخ وارقام. يعني الواقع اللي بيفرضه التاريخ والارقام، لما يبقى نادي محقق 3 اضعاف الفريق الاخر، ولما يبقى نادي شعبيته 4 اضعاف الفريق الاخر، يبقى ما ينفعش تقول على الفريق الاخر ند، دي اهانه للنادي اللي هو اللي في المرتبه الاولى يعني، وايضا ظلم للفريق اللي في المرتبه الثانيه. برضه لما يبقى النادي اللي في المرتبه الثانيه بينه وبين جميع الانديه الباقيه اللي في مصر نفس المقارنه اللي بنتكلم فيها على فده واقع ما تقدرش تغيره، لكن انت محتاج النديه دي، محتاج المنافسه دي عشان يعني تحيي تدي روح للقدم وتدي روح للمنافسه. بالظبط. ومفيش شك ان برضه جماهيريه الناديين زي ما بنقول ان الاهلي مثلا ليه هذا الشعبيه الطاغيه، وخاصه محليا، ان الزمالك فعلا مثلا في دول الشام وفي مناطق معينه ليه شعبيه كبيره جدا. ففي نفس الوقت ايضا الشعبيه اللي بيتمتع بيها الزمالك كبيره جدا عن باقي الانديه في مصر. فالنديه لازم الاعلام يخلقها عشان يبقى موجود روح المنافسه، عشان الناس تبيع، عشان الجورنال يبيع زي ما كانوا بيقولوا زمان. فهو نفس المبدا، هو نفس المبدا في كل يعني على كل المستويات وكل البلاتفورمز وكل الميديا وكل يعني قنوات التسويق، لازم ان انت توجد المنافسه دي. فطبعا مباراه انت بتنتظرها عايز تشوف فيها حاجه كويسه، عايز تشوف فيها نديه كبيره، ومفيش شك يبقى فيها نديه كبيره جدا. زي ما قلت برضو الزمالك فرقه ممتازه جدا الوقت الحالي، في عناصر كويسه جدا جدا، مظبوط، اموره الى حد كبير مستقره جدا، عنده معنويات عاليه جدا بعد الفوز المبهج الصراحه اللي حققه على الترجي، وخارج من اجواء جميله يعني، لعب في الدوحه، هيخرج من الدوحه يروح على الامارات، فمعنويا اللعيبه يعني عاشت نفس نفسها مفتوحه على لعب الكوره. فلما نشوف ان شاء الله يعني نشوف زي ما قلت لك ماتش كبير، لكن طبعا ده ما يغيرش من الواقع اللي التاريخ يعني ممكن بعد 40 سنه جايه لو النتائج دي اتغيرت، واشك ان ممكن النتائج تتقلب في ال 40 سنه اللي جايين بالطريقه دي. يمكن بقى يعني ولادنا يتكلموا عن حاجه زي كده، الفجوه بتتسع. طيب اوكي، جزئيه ثانيه متعلقه بالمستوى الفني للمباراه. الاهلي كسبان 15 ماتش في الدوري، وصل الكوارتر فاينل في بطوله افريقيا، الزمالك في الدوري متعسر وبعيد في المركز الثالث او الرابع اعتقد، والانتصار الوحيد اللي عمل اطلاله مختلفه مباراه السوبر الافريقي امام الترجي التونسي. المعايير دي ممكن تحطها في الاعتبار وانت بتلعب مباراه سوبر، ولا مباراه خارج القياس خارج الحسابات؟ لا، خارج الحسابات. دايما ماتش الاهلي وزمالك ماتش طبعا خارج الحسابات. انا شفت الاهلي كتير جدا كان بيبقى سيء جدا، ومش عايز اذكر اسماء عشان ما يبقاش فيها طبعا ما تتفهمش بطريقه غلط يعني، شفت الاهلي في سنوات كتير جدا كان بيبقى سيء جدا ويكسب الزمالك، يكسب الزمالك في اسوأ الظروف. ما شفتش العكس، ما شفتش الحاله العكس الحقيقه، لكن شفت الحاله دي كتير جدا جدا جدا. الاهلي كان بيبقى في اسوأ الظروف ويخرج بنتيجه ممتازه قدام الزمالك. شفنا يمكن مباراه، لسه كنت بقول لك في الكواليس قبل ما نبدا، المباراه الاخيره في السوبر، المباراه دي لو اتعادت يعني 10 مرات الاهلي هيكسب المباراه على نفس الملعب اللي هيتلعب على نفس الملعب محمد بن زايد، ملعب محمد بن زايد، الملعب الممتع ده. ف لو المباراه دي اتعادت 5-6 مرات الاهلي لازم يكسب المباراه دي. ومع الزمالك، مع ذلك الزمالك فاز وفاز بضربات الجزاء،
واستحق لقب السوبر وقتها، رغم ان هو ما كانش الفريق الافضل في المباراه خلال 90 دقيقه او خلال الوقت الملعوب يعني. لكن هي دي كره القدم. فطبعا مباراه ما تقدرش تستهون بيها. الزمالك عنده عناصر ممتازه جدا، يعني سواء بن شرقي او مصطفى محمد، يعني عنده عناصر ممكن تغير نتيجه مباراه في اي لحظه، مفيش شك. وزي ما قلت لك، ودي تفرق كتير جدا، هم جايين بمعنويات عاليه جدا من قطر، من الدوحه بعد الانتصار اللي اتحقق هناك. المصريين كلهم هناك كانوا وراهم، وكنا سعداء بالنتيجه اللي عملوها مع الترجي، فمفيش شك دي بتفرق كتير جدا. فلو قدروا بقى ان هو يبني على الكلام ده، يعني لو قدر نادي الزمالك ان هو يبني على الكلام ده، مفيش شك هيخش ماتش الاهلي. وخد بالك، الكوره في مصر او الكوره عند اللاعبين المصريين جزء كبير منها جدا معتمد على الاعداد النفسي. ده في العالم كله، لكن احنا يمكن في مصر كمان اعلى، لان احنا الناحيه الثانيه اللي هي الاحترافيه مش عاليه جدا. فالجانب النفسي ده مهم جدا. الجوانب النفسيه دي لو قدر الزمالك يبني عليها من بعد مباراه الترجي، لان دي ثقه كبيره جدا. تكسبت الترجي صحيح، لو رجعنا لموضوع الترجي هتلاقيه يعني تريكي او مختلف شويه. يمكن ناس كانت عندها خلفيه ان الترجي مرعب وان الترجي هو المرشح الاول، وده زي ما كنت بتكلم انا وانت مش حقيقي. مش فريق الترجي السنه دي اقل كتير جدا جدا، رغم ان هو مسيطر في تونس، لان مفيش منافسه في تونس. بالظبط، هو نفس الوضع اللي عندنا في مصر بالظبط، هو ما عندوش منافس نفس الظروف. لكن فريق الترجي اقل كتير جدا جدا من الترجي في السنوات اللي فاتت. الترجي بعد خروج البدري وبلايلي فريق مختلف تماما، في خمس لعيبه خرجوا، لكن خلينا في الطرفين دول. الاثنين دول بفرقه، والاثنين دول خرجوا في سنه واحده. دي خطه مش قليله. صحيح في عناصر تانية صغيره طالعه كويسه، لكن محتاجين وقت، محتاجين وقت كبير طبعا. حتى الانتقادات اللي جت والتعاقرات اللي جت برضه مش بنفس المستوى. بعيد، فريق بعيد خالص خالص خالص. ده مش الترجي اللي فاتت والنسخه اللي قبلها من الشامبيون ليج اللي كسب فيها الوداد واللي كسب فيها الاهلي، ده فريق تاني خالص. على فكره كمان متاهل في مجموعته الرابعه مع الرجاء بالمواجهات المباشره. بالظبط، يعني 11 نقطه، مش مثلا كسبان 6 ماتشات او 5 ماتشات. عشان كده بقول لك ده مش الترجي اللي احنا كنا. في نفس الوقت دي حاجه كويسه، لان الزمالك هيستفيد جدا. بالظبط، دور الثمانيه في دوري الابطال. اعتقد الزمالك النهارده ينزل، يقدر ينزل المباراه دي بثقه عاليه جدا. والترجي بالعكس مش بس هيبقى عامل له حساب، ده هيبقى خايف منه. تمام، طيب. فان شاء الله تبقى هنيجي لقرعه دور الثمانيه والانديه اللي هتشارك في الفتره اللي جايه بالنسبه لدور الثمانيه. طيب، جزئيه متعلقه بقى قلت نقطه مهمه جدا، الاهلي حتى لما بيكون في اسوء الظروف او في اسوء الاحوال في مباراه القمه بيعرف يكسب. تحليلك للجزئيه دي، هل عامل نفسي، هل تحضير ذهني اكتر من الشغل الفني، ولا شايفها ازاي؟ ما هو زي ما اتكلمنا، هو العامل النفسي ده ليه حاجات كتير جدا. يعني العامل النفسي ده من ضمن الحاجات الاساسيه في التاريخ. يعني ايه التاريخ؟ يعني التاريخ، انت تاريخك ايه قدام نادي الزمالك؟ فما تبص على التاريخ، ما فيش وجه للمنافسه بين الناديين، سواء في المواجهات المباشره، سواء في عدد البطولات، سواء في تاريخ الفريقين. فما فيش، فده اول عامل. انت من غير ما تعمل اي شغل كجهاز فني، ومن غير ما تشتغل على اللعيبه اللي عندك، ده عنصر ثقه عالي جدا جدا في كل المواجهات اللي عندك. الى ان يتغير هذا الواقع. وزي ما قلت لك، ده محتاج يعني عقود طويل عشان يتغير يعني. فده اول جزء. لو معاك مدرب كويس بيشتغل على الكلام ده، يمكن كده. عشان كده النادي الاهلي افضل فتراته، مش بس الجيل الذهبي طبعا اللي كان عندك بركات وابو تريكه والجمعه والمجموعه الذهبيه دي وعماد متعب، ومش عايزين ننسى يعني كلهم طبعا، وزميلكم وزميلنا هنا اسلام الشاطر، كل مجموعه ضخمه جدا. كون كان معاك واحد زي مانويل جوزيه، الراجل من افضل الناس اللي بتشتغل على الجزء المعنوي مع اللعيبه، وعرف ازاي تكات اللعيب المصري، فكان ده كان نجاح ساحق. فانت كنت بتنزل ماتش قدام الزمالك انت كسبان ماتش من قبل ما تنزل الملعب. فالامور دي طبعا بتفرق جدا جدا يعني. طبعا الجزء المعنوي هام جدا ومؤثر جدا جدا. لكن زي ما قلت، انت لازم تعمل حساب للي جاي، لان انت برضو الناحيه الثانيه نادي الزمالك عنده رغبه انه زي ما كسر عقده الخوف من الترجي، عنده فرصه ان هو يكسر نفس المشكله دي قدام الاهلي. مظبوط. كل ده متوقف على ان هو بنى على ايه بعد مباراه الترجي اللي فاتت الاسبوع اللي فات. هل قضى الاسبوع اللي فات في احتفالات، ولا قضى الاسبوع اللي فات في تحضير ذهني كامل وجاهز للمباراه اللي جايه؟ ده اللي هتشوفه ان شاء الله يوم الخميس باذن الله. طيب، على الجانب الاخر، فريق النادي الاهلي، الاهلي السنه دي في الدوري عامل نتائج متميزه جدا، فعلى المستوى الافريقي وصل للهدف اللي عايز يوصله، لكن المستوى الفني بالمقارنه بالدوري مش بنفس الدرجه، لكن هنشوف الادوار النهائيه الوضع ان شاء الله هيبقى افضل باذن الله. لكن شايف الاهلي فنيا مع جهاز فني جديد بقياده فايلر، فلسفته شايفها ازاي؟ شغله مع الفريق شايفه ازاي؟ اكيد ليه فلسفه وطريقه لعب الناس بتتكلم عليها، لان بيطبق حاجات الناس ما كانتش متوقعه انها تحصل، وفيها انتصارات ونجاحات. بتقيس الامور دي ازاي برضه؟
يعني انا مش عايز اخش في نواحي فنيه يعني مش فنيه لكن بشكل عام حاجات فنيه يعني في حدود امكاناتي في وقت عمل يعني ممكن اتكلم عليها لكن مش عايز اتعرض لحاجات زي دي وخاصه انها تخص لاعبين قبل المباراه كبيره زي دي لكن مفيش شك ان انت النتائج وبرده لجزئيه تانية زي ما قلت لك عليها انا بصراحه مش متابع جدا الكره المحليه للاسف لكن الحاجات اللي انا قدرت اشوفها ان انت يعني الاهلي بيلعب وبيكسب حتى لو هو مش عايز يكسب يعني في كل المباريات يعني الاهلي بيلعب او ما بيلعبش بيكسب الماتش بتاعه لكن انت حصل عندك شويه حاجات ملفته الحقيقه استغنيت وانا هتكلم على جزء في رايي انا لناس خلينا اتكلم على اللعيبه اللي رحلوا كان بالنسبه لي مفاجاه اللي هو رحيل ازارو وصلاح محسن عن النادي الاهلي في مركز انت ما كنتش حليت مشكلته يعني انا ده قلق او شعور انا مش او قرار انا شايف انه ايا كان ممكن تكون متخوف منه مثلا طبعا يعني انا شايف ان انت 6-2 روس حربه صلاح محسن متاكد ان هو هيمشي كويس جدا مع فريقه الجديد فريق سموحه ازارو لعيب اللي يمكن ما قدرش فايلر يتفاهم معاه او الاثنين يعني ما كانش فيه كيمستري ما بينهم لكن في نفس الوقت انت ما كانش عندك اختيارات كتير تانية يعني ما عندكش غير مروان محسن وانت بتلعب في كل المستويات بتلعب دوري وكاس ودوري ابطال افريقيا ثلاث بطولات في وقت واحد فكونك ان انت تتنازل عن عنصر رئيسي وبتقارن ان انت جبت اللاعب السنغالي اللي هو بادجي وانت لسه ما شفتوش ولسه مش عارف هينجح ولا لا يعني ما انتش جايب لعيب حتى تقدر تقول ان انا عملت الصفقه السليمه انت بتعمل صفقه بلايند يعني ما انتش عارف ولد كان موفق جدا جدا في بطوله الشباب تحت 20 سنه في النيجر ده كان اكتشافه مظبوط وادى اداء كويس جدا راح النمسا ما اقدرش اقول ان هو نجح في فتره كانت قصيره معروف عنه ان هو عصبي شويه يعني ما فيش علامات تقول ان هو هينجح اكيد في الاهلي ولا برضو حاجه تقول ان هو صفقه وحشه يعني انت لسه ما زال زي بالظبط لو تفتكر اول ما حصل صفقه فايلر الناس كلها بصراحه بلا استثناء كان عندها التخوف. نوع من تخوف كبير جدا مدرب ما عندوش تاريخ ما لهوش نجاحات كبيره وفي ناس قالت لا يا جماعه الاهلي بينجح اي مدرب وده حقيقي لكن الراجل الكيمستري بتاعته مشت لكن انت ما تقدرش تاخد المخاطره دي وانت حاطط الهدف الرئيسي بتاعك المنافسه على دوري الابطال فده التخوف اللي عندي ده التخوف اللي عندي بصراحه في النادي الاهلي لكن انت دايما عندك ثقه في الاهلي لان اللاعبين نفسهم عارفين ان هم ما حدش منتظر منهم غير الفوز في ماتش ودي الفوز في بطوله الفوز في ماتش رسمي ده عنوان في النادي الاهلي مظبوط فالضغوط دي ما بقتش حجه وعشان كده يمكن النادي الاهلي ما عندوش استعداد ان هو يصبر على لعيب دي سمه الكبار ما تقدرش ان انت تقول في فرصه او اتنين او تلاته الفرصه بتجي لك مره واحده لا تغتنمها لا ما بتلاقيش نفسك في الفريق طيب لو حطينا عنوان للمباراه مهمه خاصه يناسب الحدث يعني هو يناسب الحدث ان انت بتضيف اسم تاني او لقب تاني من هي بطوله السوبر ميزتها انها يعني بتلعب مباراه واحده فبتاخد لقب هي المفروض مباراه يعني احتفاليه لكن في مصر يعني هي مباراه استعراضيه بالظبط لكن واحنا يمكن كان من الحوارات اللطيفه جدا اللي كنا بنتكلم فيها ايام الكاف والاتحاد الافريقي كانت الخناقه بتاعه ان السوبر ولقبه لازم يبقى ليه نقط كتيره عشان نادي القرن والموضوع الكوميدي ده فكان الناس بتحتج عليه يعني حاولنا نشرح ان البطوله دي هي وبدليل اللي حصل بعد كده في السنوات الاخيره زي ما انت شفت مثلا اسبانيا راحت باعت بطوله كامله للاخوه في السعوديه ب 130 مليون دولار ثلاث ماتشات صفقه ممتازه هتلعبها في السعوديه عايز تلعبها في المريخ عايز تلعبها لكن صفقه تستحق ان انت تعمل حاجه زي كده مظبوط ليه لانها مباراه تعتبر يعني احتفاليه 130 مليون دولار ده على كذا سنه يعني هي صفقه داخل فيها كذا حاجه والله اعلم الرقم الحقيقي الدقيق بالنسبه لها كام لان داخل فيها كذا حاجه ومن ضمنها خد بالك ان دي مش مباريات بس ده مباريات وحق اذاعه وحق اذاعه بس فضاء واعلانات كذا حاجه كذا حاجه فتعتبر صفقه كبيره جدا ما فيش اي نادي هيرفضها ما تقدرش ان انت ترفض حاجه زي كده اكيد طبعا لكن تقدر تنقل السوبر اقدر ان السوبر بلا ملعبي الاتحاد الافريقي يمكن كان خلافات مع الاخ رئيس الاتحاد وقتها لما قلنا الكلام ده وهو رفض وبعدين اتطبق بعد كده ان انت نقلت السوبر الافريقي لعبته في قطر ممكن تخاطر بحاجه زي كده وممكن تخرج كان اقتراح منكم في الاول؟ يعني اتكلمنا في حاجه زي كده وهو الراجل يمكن ما استوعبوش او ما هضموش في الاول وقلنا نجرب في حاجه زي كده وبعدين نخش على حاجات كبيره لان التسويق في افريقيا صعب جدا وخاصه ان انت يعني افقر قاره في العالم بمراحل وفي نفس الوقت كنت عايز تخرج من الثوب الطبيعي اللي كان عندك او المعطيات اللي كانت عندك في التسويق وقتها ان انت كنت بتتعامل مع شركه واحده والشركه مسيطره على كل الحقوق بحقوق حصريه فبتحاول ان انت تدور على او تفتح ابواب جديده يعني
لكن اهو الزمن اتغير واتلعب الماتشات في قطر لمده 3 سنين كمان. فعشان كده بقول لك دي بطوله ممكن تجرب فيها، لان حاجه انت قابل فيها الخطا، قابل فيها لان ما بتاخدهاش بجديه البطولات الكبرى، وفي الاخر هي حدث في ليله واحده وتاخد عليه كاس، فدي صفقه ممتازه يعني. فطبعا طموح بالنسبه للاعبين، ودي الـ دي الـ دي الـ يعني الخدعه في مباراه السوبر، ان مجهود سنه كامله ما تقدرش يعني ما تقدرش تقول طبعا بطوله الدوري وبطوله الكاس وتقول دايما الدوري غير الكاس. بالظبط. فما بالك بقى اللي بيلعب ماتش واحد ليله واحده 90 دقيقه يبقى معاك لقب يعني. لا وكان يتقال لك ساعتها اصل لو كسبت الكاس وانا بطل لو كسبت السوبر وانا بطل الكاس يبقى انا بطل الدوري والكاس في السوبر. لان انا كسبت مثلا بطل الدوري. يعني خلينا في العربي، بلاش اللوجاريتم ده. اللوجاريتمات دي. لكن طيب. لكن عشان كده بقول لك يعني حاجه تستاهل ان انت تركز فيها، تستاهل طبعا انك تلعب معاها ماتش كويس، بس الاهم ان انت تستمتع بيها، ما تدهاش اكتر من حقها. تمام. طيب انتقل بقى للملف الافريقي وفرصه وانت معانا، عشان في ملفات محتاجه الناس تسمعها وتفهمها، لان دايما انت عارف الكره الافريقيه بالنسبه حتى على الاقل الجمهور الكره المصريه بيبقى فيها لوغاريتمات وفي امور مش مفهومه، ففرصه نوضحها من خلالك وانت معانا. اول حاجه تعليقك على قرعه الكوارتر فاينل بالنسبه لدوري الابطال، المواجهات كلها مواجهات قويه جدا، وكل الفرق سبق ليها الفوز بدوري الابطال او حتى الكونفدراليه. والله اعتقد يا محمد دي اقوى، يعني زي ما خدتنيش الذاكره دي اقوى نسخه من ساعه 96، من ساعه ما اتغير الشكل الجديد المسمى بتاع دوري الابطال. يعني اول مره اشوف 8 فرق، الثمان فرق تاريخهم كبير جدا. يعني انا ممكن وانا قاعد معاك اقول لك قول لي ايه الفرقه اللي وقعت بمنتهى الثقه، يعني حاول تدخل فرقه على الثمانيه دول او على على الفرق دي ما تكونش او اقوى منهم. يعني قول لي الفريق التاسع اللي كان ممكن يضيف حاجه معاهم. بالظبط. لا ما بصراحه صعب جدا، صعب مفيش. جدا صعب جدا ان انت معاك مازيمبي، معاك سان داونز، ودول الناديين الوحيدين اللي بره مجموعه الشمال، والناديين الوحيدين اللي بره مجموعه الشمال اللي ممكن تقول عليهم ان عندهم فرص منافسه. بالظبط. وبعد كده جبت الاثنين التوب في المغرب، الاثنين التوب في مصر، الاثنين التوب في تونس. فلو عايز تعمل دوره وتجمعهم مش عارف تجمعهم. بالظبط. بالظبط. يعني الاتحاد الدولي كان برضو حاجه من الاقتراحات اللي اشتغلنا عليها في 2017، وكنت اتكلمت بيها وقدمتها ساعتها للمكتب التنفيذي، ان احنا نحاول نعمل حاجه اسمها السوبر شامبيون ليج، ان احنا نقدم بطوله مقفوله فقط على القمه، وكنا نزود فيها مثلا، كنا ساعتها نشوف النتائج في السنوات الخمسه الاخيره وناخد، وكان مثلا هيبقى في ثلاث انديه من مصر وناديين من تونس او ثلاثه من تونس ايضا وثلاثة من المغرب وهكذا، واشتغلنا عليها. المهم الأخ جاني اللي هو رئيس الاتحاد الدولي والمجموعة بتاعته أطلق يمكن من حوالي شهرين حاجة اسمها السوبر ليج، نفس المسمى، بس هو بيحاول برضو يخش في حتة لعبة التوازنات، عايز يعمل 10 من شمال أفريقيا، هو محتاس في العشرة التانيين، العشرين اللي يكملوا ازاي، إنه ما عايز ياخد العشرة التانيين من بره شمال أفريقيا. ومشكلته إنه مش لاقي حد بره شمال أفريقيا. وعشان تحافظ على قوه البطوله دي لازم تاخد الفرق الاقوى، الفرق اللي عندها ملاعب افضل، الفرق اللي عندها كمان فلوس جماهيريه، الفرق اللي تقدر تدخل ارباح كبيره للمسابقه عشان تطور فعلا من المسابقه. فيمكن ده العثره اللي موقفاهم دلوقتي، ان هم برضو دخلوا في لعبه التوازنات يعني. تمام. اسالك على دي لان فيها كمان سؤال مهم، بس الاول عايز اتكلم على دور المجموعه، دور الثمانيه، الثمان فرق كلهم مرشحين، اي فريق هيكسب ويتاهل مش هيبقى مفاجاه صح؟ ولا فريق. انا ما اقدرش اقول لك النهارده ان فيفا يمكن الاهلي، انا شايف فنيا افضل فريق هو سان داونز، افضل فريق في الثمانيه، يمكن عنده اصابه يعني هتفرق معاه شويه، لكن في افضل فريق في الثمانيه فنيا اللي وقع في مجموعه الاهلي او اللي وقع في سكه الاهلي سان داونز. كفريق فنيا معاهم مدرب بقاله داخل على سبع سنين باكتساح افضل مدرب في القاره الافريقيه في الوقت الحالي، ففنيا المفترض ان الفريق ده هو افضل فريق فنيا في الفرق الثمانيه يعني. طيب. لكن المستويات قريبه جدا، قريبه جدا. طيب لو هنتقل معاك لجزئيه بقى متعلقه بالتسويق، واحنا عملنا يمكن جبنا اللائحه المنظمه لمسابقه دوري ابطال افريقيا 2019 2020، وشفنا طبعا انت عارف اللائحه حاجه و70 بند، بس في اول 10 بنود مكتوب فيها المعايير الاقتصاديه والجغرافيه المتعلقه بامور البث واذاعه المباريات، وشرحنا الاتحاد الافريقي هو اللي بيحدد التوقيت المناسب لاذاعه المباراه او توقيت المباراه، ليه ممكن ده يلعب سبت وده ممكن يلعب جمعه، الامر الجغرافي سواء في الشمال او الجنوب او الامور المتعلقه بالبث الفضائي والرعايه. لكن في جزئيه والنهارده الناس بتسالها، وانا حتى حاولت افهم او اعرف مين مصدرها لكن للاسف ما وصلتش، لكن انت عارف الناس بتقعد تتكلم في امور كتير ما بتقدرش توصل للهدف الرئيسي او مين اللي سال السؤال الرئيسي. يقول لك مثلا الزمالك لو لعب يوم الجمعه في استاد القاهره والاهلي لعب يوم السبت في استاد القاهره، طيب الفريق اللي هيلاعب الاهلي يوم السبت في استاد القاهره ازاي هيتمرن يوم الجمعه التدريب الرئيسيه بتاعته؟
انا عندي السنه دي كذا مناسبه حصلت بنفس الشكل في ملعب السلام مثلا، الاهلي كان بيلعب الهلال والزمالك كان بيلعب فريق اول اغسطس، كان جمعه وسبت. لكن دي لو في الكوارتر فاينل بيبقى حلها ازاي؟ او الاتحاد الافريقي بيفكر فيها ازاي؟ يعني هو مبدئيا اول حاجه انت مفروض ان كل نادي ليه ملعب، ده المفروض يعني ده المفروض يعني كل نادي، ان مثلا كان يعني صديق العزيز كابتن ايمن يونس كان برضو جايبني على الراديو من كام يوم، كنت خارج مصر وقتها وسالني اسئله زي دي عن موضوع الكلاب لايسنسنج او اللي هو الـ يعني الـ رخصه الانديه. فقلت له الموضوع ده يعني انساف افريقيا، ما هوش واخد يعني مش بنفس الورق اللي مكتوب، وسيبك من يعني الحقيقه مش بتطبق يعني، لكن بالزبط. لو عايز تمشي بالورقه والقلم مش هتلاقي. انت المفروض اول حاجه اولا في افريقيا صعب جدا انه يتطبق بالمعايير اللي محطوطه دي، الناس للاسف ما بصتش على الواقع اللي موجود في افريقيا، ده حد الادنى كمان للاسف. حتى هو الراجل اللي كان شغال الشغلانه دي يعني كان ولد ممتاز جدا كان اسمه حراز، وللاسف مشوه يعني، كان هو اللي ماسك الملف ده وهو اللي قومه يمكن في الخمس سنين اللي فاتوا، لكن للاسف ما كملش في الكاف. القصه دي صعبه جدا تطبقها، لان طبيعه افريقيا هم راحوا جابوا اللي موجود في اوروبا وحاولوا يطبقوه هو وبعدين بدا الراجل ده يشتغل عليها شويه ويشوف الواقع ايه ويحاول ان هو يغيره طبقا للواقع اللي موجود، وللاسف الموضوع ما كملش يعني. فمن ضمن الاساسيات المفترض ان انت كل نادي ليه ملعبه الخاص، مظبوط ماشي، فده اول مبدا انت المفروض تمشي عليه. على فكره قبل ما تكمل حديثك في الجزئيه دي، اللي في مصر هو اللي في المغرب هو في تونس، ليه؟ لان الرجاء والوداد في مركب محمد الخامس، النجم الساحلي نقل بقى يلعب في رادس بقى زي الترجي، فنفس الامر اللي هيحصل مع الاهلي والزمالك هيحصل معاهم بس في الاياب. يعني ما انا هكمل لك النقطه، ده المفترض الاولاني اللي هو مش موجود على ارض الواقع. تمام. المفترض الثاني او الاحتمال الثاني اللي هو المفروض كان يحصل، ان انت وانت بتنسق هذه المواعيد بتاعه المباريات، انت المفترض برضو بتشوف زي ما انت بتقول عندك 3 ايام بتلعب ما بينهم، مش شرط الناديين يلعبوا يومين باك تو باك، يعني انت عندك جمعه سبت حد بتلعب فيهم مثلا، بس هو خلى الحد الكونفدراليه بس ايا كان، يعني انت ممكن تغير كل حاجه. يعني ما يعني انت مش ملزم يعني. وخد بالك انت كنت بتلعب ايام قبل كده 3 و4 في وسط الاسبوع، مظبوط. يعني انت نقلت بطوله كاس امم افريقيا من صيف لشتاء ومن شتاء لصيف، يعني انت يعني انت لعبت في جوهر الموضوع، فمش هتيجي على تتكلم في موضوع الانديه يعني، نسيبك بس من اللي مكتوب في الورق. تمام. ان الواقع حاجه تانية خالص يعني. فانت المفترض ان انت وانت بتفكر في الكلام ده ممكن يبقى عندك الفلكسبيليتي ان انت تشتغل على 3 ايام مش يومين، ودي كان من اول حاجات اللي اتكلمنا فيها حتى في الادوار اللي هي المبكره شويه اللي هو دوري المجموعات، لان انت واقعيا صعب قوي انك تخلي المباريات كلها في خلال يومين، ده رقم واحد. رقم اتنين ان انت برضو انت ما تعمل كده، وده قرار انا مختلف فيه، ان انت تخلي جمعه سبت حد هم اضرب اللي بيعملوه دلوقتي، لكن ان انت تحصر المباريات يوم الاحد للكونفدراليه، طب ما انت عندك نفس المشكله في الكونفدراليه، افرض عندك فرقتين من نفس البلد في الكونفدراليه هتلاعبهم هما الاثنين في نفس الملعب في نفس اليوم، فمستحيل يعني. لكن الواقع اللي انت المفروض تعمله ان انت تخلي الموضوع على 3 ايام، فعندك كذا حل من ضمنها ان انت تلعب يومين مش باك تو باك، يعني تلعب يوم جمعه ويوم حد لو هيستخدموا نفس الملعب. عندك حل تاني لطيف انه حصل قبل كده، يا اما كانت البطوله برده بثمان فرق بس، ان وقتها كنا بنلعب ماتش يوم الجمعه، ولو مضطرين زي ما بتقول تلعب ماتش السبت، مش لازم الفريق يتمرن اليوم اللي قبله على طول، ممكن يتمرن التمرين الرئيسي يوم الاربعاء، الفريق اللي هو اللي هيلعب يوم السبت ممكن يتمرن التمرين او عفوا يوم الخميس. السبت يتمرن يوم الخميس زي بالظبط اللي حاصل عادي. النهارده انت الاهلي بيلعب في السوبر، التمرين الرئيسي انت عملته امتى في محمد بن زايد؟ عملته النهارده بكره، واتمرنت النهارده قبل المباراه بالظبط، قبل المباراه يوم الثلاث الرئيسي يوم الثلاث، بس بالزبط. على ملعب المباراه هيكون بكره على ما، ولكن ممكن كنت تعمله النهارده يعني، ده انا بقول لك عليه الاهلي النهارده موجود، فكان ممكن تقول له انك هتتمرن تمرين رئيسي بتاعك النهارده في محمد بن زايد. تمام. فملعبك النهارده ده الملعب الرئيسي، ان انت بكره مش هتخش تتمرن في الملعب الرئيسي. يعني الموضوع ده مش ده الازمه، مش دي اللي كانت هتبقى الشكل. يعني ممكن صن داونز يتمرن تدريبته الرئيسيه مثلا يوم الخميس على استاد القاهره؟ لا بيومين ممكن جدا، بس بشرط ان انت تبلغه. تبلغه. يعني لازم تبلغه ان انت هتلعب التمرين الرئيسي بتاعك قبل المباراه مش ب 24 ساعه ب 48 ساعه. تبلغه فتره زمنيه محدده؟ طبعا. ولا مجرد وصوله؟ قبل وصوله طبعا. قبل لازم وصوله. تبلغه. طبعا لازم تبلغه ان في كذا كذا كذا، والتدريبات بتاعتك هتبقى مواعيدها يوم كذا او يوم كذا او كذا. الاصل طبعا في القصه دي ان انت يعني ده في حاله ان انت ملزم ان انت تلعب في نفس الملعب، ناديين بيلعبوا في نفس الملعب، كل الكلام ده. لكن انا بقول لك سيبك من الورق، ان انت يعني انا شفت حاجات، احنا كنا بنقعد ماتشات اهلي وزمالك في مصر كان كابوس يعني، وربنا يكون في عون الاخوه هناك، انت لغايه ليله المباراه ما انتش عارف هتلعب فين يعني كذا، واصل الامن ما وافقش، واصل الامن قال لا، واصل الامن باع الجواب، وانت شفت طبعا على مدار الاعوام اللي فاتت
المشاكل اللي عشناها وبالذات في افريقيا بسبب القصه دي. تمام، هنكمل في الملف ده لان عندي فيه مفاجآت وحاجات. انا مبسوط جدا ان انت معايا النهارده لان بالتاكيد بحب اسمعك بالذات في الملفات دي. بس الاول نروح للامارات ونشوف كده راي الجماهير وتوقعات الجماهير في مباراه الاهلي والزمالك، وازاي الجمهور بيتوقع او شايف رؤيته لمباراه القمه بين الاهلي والزمالك في السوبر. نتابع في هذا التقرير ثم نواصل حديث مع الاستاذ عمرو شاهين بعد هذا التقرير. مستمرين معاكم كل مشاهدينا وكل متابعي قناه الاهلي في كل مكان. بننقل طبعا الصوره هنا، بنشوف التوقعات. جمهور النادي الاهلي متواجد بكثافه ومحب للنادي الاهلي متواجد بكثافه، مش هنقول في فندق الاقامه لكن في حظر كبير جدا في فندق الاقامه على لعيبه النادي الاهلي. انا هروح طبعا لاحد مشجعي ومحب للنادي الاهلي، يعني بالصدفه كده يمكن متواجد في الفندق الاقامه، اقول لي بتشوف المباراه ازاي، شايف فريق النادي الاهلي فرصه ازاي، وبتتمنى اكيد الفوز للنادي الاهلي. الحقيقه اهلا بيكم، اهلا بقناه النادي الاهلي في الامارات، منورين الامارات، منورين ابو ظبي، منورين الدنيا كلها. المباراه طبعا مهمه جدا لينا في توقيتها في الموسم تحديدا بعد الفرق الكبير في الدوري، احنا محتاجينها، محتاجين الفوز. انا شخصيا اتوقع ان شاء الله المباراه تخلص زي السوبر بتاع السنه اللي فاتت 3-1 ان شاء الله او 3-2 ماكسيمم، ويا رب يبقى السكور اعلى من كده. رساله سريعه لكل لعيبه النادي الاهلي قبل هذه المباراه. مسؤولية كبيرة، وراكم جمهور 70 مليون على الأقل غير اللي بره مصر، فإن شاء الله تفرحونا زي ما متعودين منكم إن شاء الله. شكرا، بالتوفيق. روح كبيره وروح مهمه جدا، وهي دي الرساله المهمه جدا اللي بتوصل لكل لعيبه النادي الاهلي. انا كمان يمكن بينضم لي احد مشجعي النادي الاهلي ومحب النادي الاهلي، اكيد متفائل زي ما كلنا متفائلين ان شاء الله، عندنا ثقه كبيره في اللعيبه، لكن المباراه لا تقبل القسم على اثنين. بتشوف المباراه ازاي وبتشوف الجيم ازاي؟ اكيد طبعا، اولا اهلا بيكم في الامارات واهلا بالنادي الاهلي في الامارات، عامل لنا حاله جميله كاهلاويه ومصريين هنا. المباراه طبعا هي مباراه صعبه لانها مباراه بطوله، ولكن الاهلي دايما بتلاقيه في المواعيد الكبيره. الاهلي رجاله، الاهلي اتولد عشان يكون بطل. اللي بيلعب في النادي الاهلي ده محارب، عارف ان اي مباراه بيدخلها ما عندوش الا خيار واحد، الفوز. فاحنا واثقين كل الثقه في لعبتنا وفي جهازنا وادارتنا، وان شاء الله يكون التوفيق حليف الاهلي ان شاء الله باذن الله. النادي الاهلي هيبقى كلمه السر في مباراه الغد. اكيد طبعا، جمهور النادي الاهلي التذاكر خلصت، يعني بقول لحضرتك الدرجه الثالثه والرابعه بعد ساعه الا 10 بالظبط، انا تقريبا اول او ثاني واحد حجز بالظبط على السيستم يعني. فاي مكان هتروح فيه هتلاقي جنود الاهلي، الاهلي عنده جنود وعنده شعب، ما عندوش جمهور، وان شاء الله الفوز يكون حليف الاهلي ان شاء الله. حبيبي الله يخليك، شكرا. ان شاء الله هناخد من كلامه باذن الله يكون الفوز حليف للنادي الاهلي ان شاء الله. كل الامور التنسيقيه، الامور الفنيه، الامور الطبيه، كل يبقى جاهز ان شاء الله، لعيبه النادي الاهلي تبقى جاهزه يوم المباراه، وباذن الله نعود من ابو ظبي ببطوله السوبر، تدخل دولاب بطولات النادي الاهلي. اهلا بحضراتكم من جديد، تقرير جميل مع اثنين من المشجعين الجمال في النادي الاهلي اللي اتكلموا عن شعبيه الاهلي والجماهيريه وحجز التذاكر. ان شاء الله كل ده باذن الله يكلل بالنجاح ان شاء الله بعد المباراه وفوز الاهلي بكاس السوبر باذن الله. طيب هرجع لفكره المسابقات الافريقيه، وحضرتك اتكلمت في فكره ان لو فريق هيلعب السبت ممكن بعد التنسيق معاه ووقت مناسب تبلغه ممكن يتمرن يوم الاربعاء او الخميس على ملعب المباراه، فالامور سهله طالما هتتنسق بدري وهيبقى فيها تنسيق ما بين الفرق. طيب في جزئيه ثانيه متعلقه بفاينل البطوله. عارف انت زي ما يكون كلنا بنترقص، يعني ايه الاول خمس ملاعب، ملعب منهم هو اللي هيكون يتلعب عليه الفاينل، سوكر سيتي، استاد الهلال، استاد القاهره، مركب محمد الخامس، استاد البروفيل في الجابون. بعد كده قال لك لا ملعب محايد، بعد كده قال لك لا ده فيه شروط ومعايير وكراسه شروط والاتحادات كلها اللي عايزه تبعت تقدم، واخر ميعاد الخميس اللي جاي. الملف ده شايفه ازاي؟ وهل ممكن نتفاجئ ان الفاينل في رواندا في تنزانيا، ولا شايف الموضوع ده ازاي؟ او في قطر يعني، الله اعلم يعني، ممكن كل شيء وارد يعني، الراجل ممكن يعمل اي حاجه يعني. يعني هو يعني هو مشكله بياخد القرار وبعدين لما الناس تتكلم معاه ويبقى تحت ضغط فيبدا يرتعش وما يبقاش عارف يعمل ايه. فيمكن الكلام ده انا كنت معاك، مش فاكر بصراحه، كنت معاك اخر مره من فتره، والكلام ده انا قلته لك لو رجعت الحلقه اللي عملناها كان من حوالي من شهرين او ثلاثه يمكن نفس المده دي او اكتر يعني، كان في الشتاء يعني في اول الشتاء، فاعتقد كان في شهر ديسمبر اللي فات في وقت ما اتخذ القرار يعني. كان بعد ازمه الترجي والوداد وانا قلت لك ده يعني من أسوأ القرارات اللي اتخذت، لان ده ملوش علاقه بالكره الافريقيه، ملوش علاقه خالص بواقع الكره الافريقيه. ده اللي بياخد القرار ده لا يمكن يكون بني ادم افريقي اللي بياخد قرار زي ده، او ان واحد ما يعرفش حاجه عن الكره في افريقيا يعني. انت بتاخد قرار بعد تجربه وحيده افريقيا جربتها وفشلت فشل ذريع في موضوع السوبر اللي كان بيتلعب، اللي كان بيتلعب اثيوبيا، لا ده غير اثيوبيا، اول سوبر اتلعب كان في جنوب افريقيا، كان اهلي وزمالك، الجون الشهير بتاع ايمن منصور في شوبير، ملعب ساعته 70,000 وفي 10 تنفار بالظبط، فيعني كانت حاجه ماساه. نفس المشهد اتكرر في اثيوبيا، الاهلي والنجم الساحلي،
فاللعب على ملعب محايد لنهاية أفريقي ده معناها إعلان وفاة للبطولة والفاينل إعلان وفاة رسمي للبطولة والفاينل. فأنا ما ينفعش أخد قرار، والمصيبة أن أنا بعد ما أخد القرار ما كنتش جاهزت له وأعلنت بوضوح إيه هي الإجراءات اللي أنا هتخذها. لكن إحنا شفنا طبعا عجب يعني على مدار السنتين اللي فاتوا شفنا كل شيء مع الراجل ده. فيعني أبسط حاجة زي قرار التبديل اللي حصل في وسط الاستبدال، أو الاستبدال اللي حصل في وسط الموسم دي برضو سابقة ما حصلتش في تاريخ الكرة في أفريقيا. لكن حتة أن أنت الملعب ده دي توريطة وهو مش عارف يعمل إيه، توريطة طبعا، وفي ضغوط من مصر وفي ضغوط من المغرب كالعادة، في ناديين من مصر وناديين من المغرب مكملين، وفي ضغوط من تونس وغرب افريقيا اكيد كل الناس. لكن القرار خاطئ، وانا لا استبعد ان ممكن جدا بعد كل ده يرجع في كلامه خالص ويرجع يلعب ماتشين تاني. يعني كل شيء، بص انت يعني كل شيء وارد صدقني، كل شيء وارد. يعني من اللي بيحصل والواحد بيشوفه كل شيء وارد ان هو يحصل. لكن القرار، وعلى فكره انا هكون سعيد لو عمل كده حقيقه لو رجع في كلامه، لان ده ان انت تصلح خطا افضل من ان انت تتمادى فيه. هو خايف يتكرر نفس المشهد اللي حصل المره اللي فاتت. طبعا واضح جدا حتى من القرارات. انا قلت لك ده قرار انفعالي، ان انت خدت قرار ان انا العب ماتش واحد نهائي دوري ابطال افريقيا، ده قرار انفعالي بلا شك. طب التاخير في اتخاذ القرار، احنا خلاص الكوارتر فاينل نهايه الشهر، هل هتاخد القرار بعد ما تشوف الفرق السيمي فاينل، ولا انت مستني القرار ليه؟ انت غيرت، بقول لك انت عملت الاستبدال في وسط الموسم، فانت مستني هتفرق ايه؟ هسالك على الاستبدال، هسالك على الاستبدال كمان. ما بقاش يعني ما فيش مقياس، ما فيش معيار للصح والغلط يعني. طب هو يعني عمل خطاب وبعته للاتحادات الاهليه كلها، جه الاتحاد المصري وغيره تاني وماشي. هو الاتحاد الجواب حتى اتغير كذا مره يعني. حتى المعايير والشروط فيه اتغيرت كذا مره. لكن ادى مهله من 11/2 ل 20/2، يعني الخميس الجاي اخر مهله لتقديم الضمان الحكومي زي اي بطوله مجمعه عشان تستضيف الحدث. انا معلوماتي اتحاد جنوب افريقيا هيقدم، لان انا شفت صحف في جنوب افريقيا كتبت ان جنوب افريقيا عزمه الترشح لاستضافه الفاينل. في كلام ممكن المغرب تقدم، رواندا ممكن تقدم، لان كمان احمد مع صامويل ايتو مستشاره الرياضي كانوا موجودين مع رئيس رواندا في اجتماعات خلال ال 48 ساعه اللي فاتوا. ممكن المشهد يكون في الاطار ده فعلا. يعني المشهد زي ما قلت لك مفتوح على كل حاجه، يعني ممكن، انا بقول لك بدون اي مبالغه، ممكن جدا ينتهي الامر ان انت ترجع تاني لقاعده الملاعبين، وانا اتمنى ان ده اللي يحصل. يعني فعلا اتمنى ان المباراه ترجع تتلعب تاني اللي هو المنطق ذهاب واياب، ما يتعملش، لان ده بالعكس ده قرار، ده يدل على ضعفك ان انت بتاخد قرار عشان تخرج من ورطه، تقوم توقع نفسك في مصيبه تانيه، انك مش قادر تنزل مباراه من مباراتين، مش قادر تعمل نهائي من مباراتين بقاله بيتلعب بنفس الاسلوب ده، وهو بالتاكيد الانجح. يعني ما تقدرش تقول لي ان انا خدت قرار، القرار التاني المفروض ان انا باخد قراراتي دي باخدها بناء على دراسه وبناء على اهداف. الاهداف دي لا يمكن تقول لي ان انا بلعب مباراه في ملعب واحد محايد عشان اسباب تسويقيه، مستحيل. ده هو افشال في المعايير، ده افشال، قال لك شروط البث والانتاج التلفزيوني ده افشال للمسابقه. رقم اتنين، لا يمكن يكون ده هيزيدها جماهيريه، مستحيل. مستحيل مثلا انت ما تقول ان انا هلعب في كيجالي الفاينل بتاع الاهلي والوداد، ده نجاح للمباراه. تخيل انت قالوا الزمالك في ملعب جمهوره يعني انا بقول لك موضوع صعب يعني. فانت خدت قرار خطا، يا ريت ان انت ترجع فيه وتعمل القرار الصح، ويا ريت ان انت تتحمل مسؤولياتك وان انت تخرج بمباراه فاينل دوري ابطال افريقيا من مباراتين زي ما هو مفترض انها يكون وضعها. وحظه كويس كمان، لان الفرق اللي فيها ديربيات يعني الاهلي والزمالك مش هيتقابلوا الا لما يوصلوا فاينل، الرجاء والوداد نفس الامر، الترجي والنجم نفس الامر، فانت عندك مساحه انك تفكر في القرار مره واثنين وثلاثه. دي بقى يعني اللطيف بقى في القصه دي كمان، ان انت عندك ثلاث سيناريوهات قد تكون يعني سيناريوهات كارثيه. لا مش كارثيه. مش كارثيه، ده دي دراما سوداء. دراما السوداء ايه؟ ان انت تخيل الاهلي والزمالك في الفاينل والنهائي بيتلعب في غانا. يعني هتلعب اهلي وزمالك في فاينل والملعب اللي او اتخذت فيه قرار ان انت هتعرف الملعب من قبلها، فانت خدت قرار ان هلعب ملعب في رواندا او في غانا، فناديين من نفس البلد ومع ذلك انت موديهم اخر الدنيا في غانا. وطبق على كده في الثلاث حالات، يعني سواء ناديين بتوع تونس او ناديين بتوع المغرب او ناديين بتوع مصر. فيعني اتمنى ان هو يتراجع عن القرار ده، تبقى حاجه يفكر يختار جدا. دوله يكون فيها تسهيلات في السفر والتاشيره. مفيش حاجه اسمها كده في افريقيا، مفيش حاجه في افريقيا اسمها والله اتقال كده، يعني مفيش حاجه، ده كلام فارغ يعني. ده بالظبط زي الشتاء والصيف والمطر والبرد والكلام الفارغ ده كلام بصراحه يعني كلام للاعلام لاستهلاك محلي يعني. طب ده قرار مسابقات ولا مكتب تنفيذي؟ لا ما عنديش فكره بصراحه، ما اتكلمش عن حاجه انا ما عنديش يعني. هو القرار في الاول وفي الاخر بيرجع لرئيس الاتحاد ايا كان بقى عايز تسميه
مكتب تنفيذي، لجنه، مسابقات، طوارئ، سميه زي ما انت عايزه. طيب. حطه في البونبونيه اللي انت عايزها، هو بترجع للرئيس. بمناسبه البونبونيه بتاعت الطوارئ، خدت قرار في الاستبدال وكنت بتتكلم عليه. القرار ده انت شفته ازاي؟ اليته ازاي؟ زي ما قلت لك، هي سابقه ما حصلتش في تاريخ القاره الافريقيه. ومشكله كبيره جدا، مشكله قانونيه، لان لو كان اي نادي اعترض من الانديه الثمانيه وكان لجأ للتاسكا، ممكن جدا زي بالظبط مشكله الوداد، وكان الكاف هيخسر اكيد. انت ما تقدرش تغير قوانين مسابقه، والمسابقه فعلا شغاله، لكن للاسف الثمان انديه سكتوا. بعض خاف، الله اعلم، بعض شاف ان هو ده مصلحه ليهم. واضح ان الثمان انديه ما يعني، حتى المتضرر شاف ان هو لا يمانع ان هو يعني من الناحيه القانونيه تقدر تلغي القرار. كان ممكن تلغي القرار، بس في نقطه، هو ليه خد القرار من لجنه الطوارئ؟ حسب برضو ما انا سالت واتقال لي، لانه لو خد القرار من لجنه الانديه والتراخيص تقدر تستأنف على القرار، لكن لجنه الطوارئ لا يجوز الاستئناف عليها. بس ممكن ترجع للتاس، هتروح للكاس او التاس في المحكمه الرياضيه، هيرجعك للجان المختصه في الاتحاد الافريقي، زي ما حصل في موضوع ماتش الترجي والوداد. لا لا، ما هو ما رجعش التاس، ما رجعش رجعها لما المكتب التنفيذي خد القرار. التاس لغى الاول قرار المكتب التنفيذي وبعدين رجع. لغى القرار، لغى القرار وبعد كده رجعها، لان المكتب التنفيذي كان قراره انه هيدي الكاس للوداد. هو لغى القرار وبعد كده رجع، يعني قال لهم القرار ان الترجي هو اللي خد المسابقه يعني. مظبوط، يعني لجنه الطوارئ تقدر تطعن عليها في المحكمه الرياضيه. طبعا انت تقدر تطعن على اي قرار للكاف في المحكمه الرياضيه. لكن زي ما قلت لك، هي الانديه خلاص ارتضت بالموضوع، وخلاص الانديه كلها استفادت من موضوع الاستبدال، فيعني اعتقد دلوقتي الموضوع اتحسم يعني. طب لو نادي واحد حتى كان اشتكى، كان ممكن يلغي القرار ولا كان لازم عدد؟ كان ممكن عدد طبعا يلغي القرار. لا، مش لازم عدد، مش لازم عدد. انت عملت حاجه، انا بدات مسابقه، بدات مسابقه بنظام ولايحه، ما اقدرش والمسابقه شغاله تحت اي مسمى اقول ان انا هغير نظام ولايحه دي. ما ينفعش، مستحيل طبعا. لو نادي واحد من الثمانيه دول اعترض او قال في كذا، او انا والله ماضي على لائحه ونظام انت بعتهم لي بتقول في كذا كذا كذا، انت النهارده بتغير الكلام ده، فلا يصح. فده كلام ما فيهوش يعني، ما فيهوش جدل يعني، كلام مفهوم يعني، ده واقع. لكن الانديه خلاص ارتضت بالوضع، بما فيها النادي الاهلي عمل عمليه الاستبدال او استفاد من عمليه الاستبدال، فيعني خلاص بقى من الصعب جدا النهارده ان انت تاخد اي خطوه يعني. يعني اللي متوقع طبعا ان ايه، ان ممكن نادي يخسر فيقول والله انا ما استفدتش من الموضوع ده فهلجأ للتاس. يعني ده اللي انا متوقعه، ان ممكن جدا نادي بعد كده يقول انا هلجأ للتاس في حاله خسارته في دور الثمانيه. ده ممكن ينفع؟ الله اعلم. الله اعلم. لكن الوضع طبعا الحالي اللي كان حصل كان وضع خاطئ، ما كانش ينفع ان انت تعمل حاجه زي كده، وخاصة ان انت ما خدتش موافقات الانديه، ما بعتش الانديه قلت لهم تعالوا عدوا هنعدل كذا كذا كذا. الانديه اللي هو النائب بتاعها، يعني حسب ما وصل لي من معلومات ان اللي خد القرار او اللي وجه القرار في لجنه الطوارئ هو على يعني، بص الموضوع مش مهم يعني، الموضوع حصل خلاص، حصل وانتهى. الموضوع غلط غلط، ما فيهوش جدال يعني، الموضوع غلط غلط، ما يعني ما ينفعش تقول فيه موضوع غلط وخاطئ، وزي ما قلت لك سابقه عمرها ما حصلت وموجهه، لان اكيد في طرف تاني هو اللي بيستفيد عشان تعمل حاجه زي كده مخصوص. لكن الموضوع مر، الموضوع مر. طيب اسالك برضو على الـ 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 الاحاديث الجاريه ما بين الاتحاد الدولي والاتحاد الافريقي، سواء في ملف الحكام، وان جياني انفانتينو دخل في مرحله قال لك انا هاخد 20 حكم من افريقيا هيبقوا موظفين وعقود محترفه لدى الاتحاد الدولي ومعسكراتهم مع الاتحاد الدولي ويكونوا تابعين مع الاتحاد الدولي عشان موضوع الفساد، وهو قال كده نصب حتى في المغرب في اخر اجتماع للمكتب التنفيذي، والندوات اللي كانت موجوده في المكتب التنفيذي في المغرب في مدينه سلا، اتكلم على فكره الحكام، اتكلم على فكره المسابقات الافريقيه، المشاكل اللي بتحيط بالاتحاد الافريقي والقاره الافريقيه، وطرح فكره الدوري الليجا اللي هي متعلقه بالانديه الافريقيه، لكن كمان اتدخل في فكره التفاصيل الماليه. هسالك على دي، بس الاول عايز اعرف رايك في الكلام اللي قاله انفانتينو سواء في المكتب التنفيذي امام كل اعضاء المكتب التنفيذي والاتحاد الافريقي، وكرر الكلام بس بصيغه اقوى في بودابست اجتماعه مع الاتحاد الدولي للصحافه الرياضيه. يعني هو ما فيهوش حاجه جديده، ما فيهوش حاجه مفاجاه يعني. يعني هو الراجل خد زمام الامور في الاتحاد الافريقي لما جه عين سكرتير عام الاتحاد الدولي، هي القائم او الواصي على الاتحاد الافريقي لكره القدم. فهو الاتحاد في يعني بقاله فتره في كايوس او في يعني عدم استقرار، ده اكيد يعني. فاللي حصل ده يعني طبيعي، هو الراجل بيحاول ان هو قد يكون هو شايف ان هو كده بيدفع القوى الافريقيه للامام. بس الاول الكلام ما كانش بنفس الحده وعدم الدبلوماسيه في زي اللي حصل الفتره الاخيره. ما هو ده ليه تبعيات يعني، هي كلها موضوع
موضوع حاجات سياسيه يعني ما لهاش يعني للاسف بتبقى تاثيراتها لما بيبقى ليها تاثير بيبقى ليها تاثير سلبي على كره القدم، لكن كلها حاجات بوليتكس ما هياش كره قدم. يعني هو ما كانش سعيد طبعا بالقرار بتاع المكتب التنفيذي، كان بالنسبه له مفاجاه ان المكتب التنفيذي رفض يجدد لفاطمه سمورة. فكل اللي انت شايفه طبعا كان مفاجاه، وكان مفاجاه مش جيده طبعا، ان هو كان عايز انها تكمل. وهو واضح ان هو المكتب التنفيذي خزله في الموضوع ده بتاع الكاف، وكانت صدمه بالنسبه له يعني. فده ردة فعل طبيعيه من طرفه يعني، الكلام اللي هو قام بيه ده. لكن هو ما بياخدش خطوات حقيقيه للاصلاح يعني، هو ما جاش مثلا بيحقق مع الناس اللي عندها مشكله او الحاجات اللي هو عمال يرميها في الصحافه والاعلام، هو بيكتفي ان شد وجذب بين الطرفين مش اكتر يعني. بيسموها بلغه الصحافه معركه تقصير العظام من بعيد لبعيد، ايا كان يعني. ايا كان يعني، وده كل ده ما يهمش الكره الافريقيه في حاجه، لا هيطور من كره في افريقيا ولا هيفيد منها في حاجه. احنا نتمنى بس زي ما قلت لك يعني، الافكار اللي اتكلمنا فيها مش مهم مين اللي حط الفكره او مين اللي حط قواعدها، لو اتحصلت زي بالظبط بطوله الانديه اللي هي السوبر ليج دي هتبقى فكره ممتازه جدا. طيب. لو اتشال منها الموازنات السياسيه والجيوغرافيه دي هتبقى بطوله هايله جدا. يا ريت. طيب يا ريت. بمناسبه هذه البطوله، جاني انفانتينو اتكلم في نقط الناس مش فاهماها او الناس مش عايزه او مش عارفه تحط تصور اللي هو قاله. قال لك الانديه هتحط استثمارات في البطوله سنويا بقيمه 20 مليون دولار، بحيث ان بعد 5 سنين هيكون الصندوق الاستثمار الخاص بهذه البطوله 100 مليون دولار، الفايز بياخد 3 مليون، لكن فكره ان الانديه هتحط استثمارات في البطوله، اول انديه في افريقيا معهاش القيمه الماليه ان تقدر تحط مثل هذه المبالغ، مين اللي هيحط المبالغ ديت؟ هل الانديه؟ كم نادي في افريقيا يقدر يحط الارقام ديت؟ ولو هتشارك ب 20 نادي الناس هتبقى ازاي؟ يعني بص، هو مش بتكلم على الاختيارات، انا بتكلم على القيمه التسويقيه. بيقولوا برضه من خلفيه اوروبيه، بيتكلم برضه من خلفيه اوروبيه، ان كان في تجربه في اوروبا اسمها الجي 14 اللي كانت بتضم اقوى الانديه الاوروبيه، وهم دلوقتي عملوا اتحاد ليهم، والاتحاد ده في الاخر بقى مجلس قومي للانديه الاوروبيه ومن اقوى، وفعليا هو اللي بيحكم كره القدم في اوروبا يعني. الانديه هي عنصر القوه الحقيقي في اللعبه، مش الاتحادات الوطنيه ولا الاتحادات القاريه. الانديه خاصة في القارة الأوروبية، الأندية هي اللي بتتحكم في كل شيء، الأندية هي اللي عندها القدرة المالية، الأندية هي اللي بتقوم فعلا بشراء اللاعبين، الأندية هي اللي بتقوم فعلا بالإنفاق على اللاعبين. ولدرجة إن احنا وصلنا لمرحلة إن احنا غيرنا المفهوم الوطني للاعب، يعني إن اللاعب يؤدي الواجب الوطني اللي هو كان المفروض إن هو يبقى واجب بيأديه بشرف وبالمجان وسعادة إنه بيحمل القميص الوطني، مفيش الكلام ده. النهاردة لعيب الكرة لا بيقبض من منتخب بلاده ولا بيجيش، لا بيستفيد من امتيازات ماليه لما بيجيش. ده وصلنا لمرحله كمان ان الاتحادات الوطنيه او الاتحادات القاريه بقت ملزمه انها تدفع تعويضات للانديه عن الفتره اللي مش موجود فيها اللعيب في المنتخب الوطني. مزبوط. ده معناه ان احنا قد نكون في المستقبل القريب جدا هنلاقي ديكلاين او انحسار للأنشطة الدولية اللي هي على مستوى المنتخبات الوطنية لمصلحة الأندية، عشان تزود من المنافسات الأندية، لأن الفلوس كلها في منافسات الأندية، الفلوس كلها في الدوريات، الفلوس كلها. أكبر أهم بطولة حاليا في كرة القدم هي دوري أبطال أوروبا، ليس كأس العالم. أهم كمان. بطولة في كرة القدم، أهم بطولة كقيمة تسويقية، أهم بطولة كقيمة مادية هي دوري أبطال أوروبا. مش كأس العالم. ساعة ونص مباراة العالم كله بينتظرها. أنا بقول لك ده أهم بطولة، ده أهم بطولة. ما بالك كمان بالبطولة الجديدة اللي هيبدأوها في 2024 اللي هي مور اور ليس نفس الفكرة بتاعت السوبر ليج، يعني أنا لما كنت بتكلم في السوبر ليج كان مستوحى من نفس الحوار ده، وبعدين فوجئت إن النهارده الاتحاد الأوروبي بيتكلم فيها بقاله سنة، إنه عايز يعمل حاجة اسمها يعني دوري للأفضل 20 نادي مثلا. الأفضل لا مش أفضل 20، هو عايز يعمل 8 مجموعات، 4 مجموعات كل مجموعة 8 فرق، يعني 32 فريق هم هيمثلوا القمة في أوروبا، بس هيلعبوا مجموعة 8 فرق، يعني دوري. ماني ليج للسوبر كلوبس في اوروبا، مش هيبقى في مكان للصغيرين، هيبقى للكبار فقط. هيجيب توقيت منين؟ فلا هيجيب ما على فكره انت سالت سؤال الصح. ده اللي انا بقوله لك، ان النتيجه هتوصل في الاخر في ايه؟ ان انت هتاخد من الاجنده الدوليه، هتبدا تنحصر على مستوى البطولات الدوليه وتفكر اكتر في بطولات الانديه، فهو المستقبل للانديه. الناس هنا في افريقيا مش مستوعبه الكلام ده، الانديه في افريقيا للاسف ما بتتحركش مع بعضها، لان ما فيش اتحاد للانديه الافريقيه لغايه النهارده، رغم ان في منادات كبيره جدا، وكان يا ريت يعني النادي الاهلي ياخد الرياده في الموضوع ده، كانت تفرق كتير جدا. في تعامل اتحاد انديه بس من خلال مازيمبي اعتقد. لا ما تعملش اتحاد انديه من خلال مازيمبي، هو في جاني عمل كده، الف لجنه للانديه عنده، لكن ما تعملش اتحاد انديه، بالعكس ده هو يعني والاتحاد الانديه بتاع اوروبا ده خد كل حاجه. ده اتحاد الانديه بتاع اوروبا يشجع ان يبقى فيه اتحاد للانديه الافريقيه، ده تبقى هيبقوا سعداء جدا بحاجه زي كده. ده في اوروبا. لكن في اوروبا. لا في افريقيا ما حدش هيساعد على ده. بالظبط، لكن ما فيش الانديه الافريقيه ما خدتش
القيادة انها تبدأ حاجة زي كده هتفرق كتير جدا، لكن هو المستقبل للأندية، لان الفلوس كلها في الأندية. النهاردة يمكن جاني قاعد مع حمدي المدب اللي هو رئيس الترجي، نادي الترجي، راجل محترم جدا ومن ناس رجال اعمال المحترمين جدا في تونس، واللي ليهم اسمهم، واللي يمكن يعاد ليه فضل كبير جدا في الصحوه اللي شافها نادي الترجي، يمكن افضل فتره اكيد لنادي الترجي في طوال تاريخه الثلاث اربع سنين اللي فاتوا. فالراجل لما سمع الراجل بيقوله 10 مليون دولار لكل نادي، الراجل النهارده راح عمل استثمارات. يعني لو تشوف على تشكيله الترجي، الراجل اشترى 16 لعيب في السنه اللي فاتت، 16 لعيب اضافهم للمجموعه، وبدا يغيروا في اللوائح. ومش عارف ليه مصر مش داخله في الموضوع ده، ده حاجه غريبه جدا، رغم ان احنا اعضاء في اللوائح الدوري التونسي، لوائح الدوري التونسي، فكره اللعيب شمال افريقي ورغم ان انت عضو في اتحاد شمال افريقي. النهارده الترجي عنده 7 لاعبين جزائريين، 7 بالظبط. ليه انت في مصر ما بتعملش حاجه زي كده؟ انا مش عارف، ما عنديش فكره. ما بتعرفش على فكره التفكير ليه خالص. التفكير عشان انديه تونس تستفيد، يعني مش ترجي بس، ترجي والنجم وكل الانديه التونسيه اللي هتلعب في بطولات افريقيا عشان تستفيد، فسمح للعيبه بتوع اتحاد شمال افريقيا ان هم يعتبروا لاعبين محليين عشان يقدر يجيب اكبر عدد من اللاعبين. انت كمصر ليه انت الوحيد اللي بره الموضوع ده؟ انا وهو بالنسبه لي موضوع مبهم. بيستفيد بناحيه كمان مهمه، اللعيبه اللي هيجيبهم من الدوري الجزائري سعره وثمنه قليل جدا. ما طبعا، ما هو دي خسران كتير طبعا، لعيب مستوى عالي جدا وكقيمه ماديه اقل كتير جدا سواء جزائري او مغربي. بالظبط. انت بالنسبه لك في مصر الاثنين الاهلي والزمالك يقدروا يجيبوا لعيبه بعدد كبير؟ تخيل الاهلي مثلا او الزمالك، الزمالك ان عنده بن شرقي وعنده اوناجم وعنده ساسي، والثلاثه مش هيعتبروا اجانب في تخيل. في في القانون الجديد. فتخيل الزمالك ممكن يضيف لنفسه قد ايه في حاجه زي كده، سامح بده. فشيء غريب، انت كانك انت ما بتشجعش او ما بتساعدش انديتك، او انت نايم، ما انتش دريان باللي بيحصل حواليك. اللي بيحصل ده تركيز على البطوله اللي جايه دي، لان رئيس الاتحاد التونسي اللي هو بالمعنى او بالادق رئيس الاتحاد شمال افريقيا بيشتغل لمصلحه اتحاد بلده. على الجانب الاخر للاسف الناس اللي موجوده في اتحاد شمال افريقيا، يعني على الاقل موجوده في اتحاد الكوره، يعني مش بتفكر لصالح الناس. هنقول الناس صحيح. يعني عارفه ايه اللي بيحصل وبيحاولوا يستفيدوا من الموقف. انت ما فيش اي سبب ان انت ما تتحركش نفس التحرك ده، محدش يعني بيفكر ما فيش اي سبب ان انت بيشرح لهم. وما ينفعش تقول اصل في انديه وافقت وما انديه ما وافقتش. هو الهدف فعلا ان اللي يستفيد الانديه اللي هتلعب في افريقيا. مظبوط. يعني الاهلي، الزمالك، ايا كان، البيراميدز، الانديه اللي مرشحه انها تخش في البطولات الافريقيه، في التوب 2 في بطولات افريقيا السنه الجايه، الانديه اللي هي هتلعب على 10 مليون دولار دي، فانت المفروض تساعدهم. ما حدش قال لك ان ده لل 18 نادي ولا 16 نادي اللي في الدوري. فهم قدروا يستفيدوا منهم، كويس، خير وبركه. ما قدروش، هو ده مش موجه ليهم اصلا. وبعدين انت عندك المنافسين ليك، يعني انت بتحط ادج للانديه دي، او بتدي يعني بونس، او بتدي فرصه افضل للانديه بتاعت شمال افريقيا على حساب انديتك، على حساب الانديه بتاعتك انت، ان انت ما بتطبقش نفس اللائحه. فموضوع غريب جدا بالنسبه لي بصراحه. واتمنى يمكن الاخوه اللي في اللجنه اللي هي القائمه على الاتحاد الكره المحلي انها يعني ممكن هم لو فطنوا الموضوع ده ممكن يتحركوا في باتجاه ايجابي ليها، يعني ان شاء الله اذا كان عندهم وقت وفكروا في هذه الامور. طيب الجزئيه برضو المتعلقه بتجديد الاقامه المتعلقه بمقر الكاف في مصر خلال العشر سنين اللي جايه، شفت الملف ده ازاي؟ وطبعا انت كنت من احد الناس اللي موجوده في الكاف لسنوات طويله، هذا الموضوع كان بيؤرق بالفعل الناس اللي جوه الكاف، اللي شغالين جوه الكاف، ولا الملف ده كان ازاي؟ والله انا يعني افضل ما اعلقش كتير على الموضوع ده، ان انا ما اعرفش ايه البنود بتاعه الحاليه يعني، فما احبش اتكلم على حاجه انا ما عنديش فكره عنها. لكن هو بالنسبه للناس اللي شغالين جوه الكاف، ولا كان يعنيهم في شيء، يعني ما كانوش مهتمين بالموضوع، يعني ولا كان هيفرق معانا في حاجه يعني. لكن هو اللي كان بيركز على الموضوع ده كان اكتر، كان هو ايام عيسى حياته، يمكن الاخ رئيس الاتحاد الحالي برضو عمل نفس القصه، انه يستغلها كلعبه يضغط بيها على مصر، يضغط بيها على الناس اصحاب القرار في مصر يعني. فان هو يستخدمها ككارت ارهاب، وانا يمكن قلت لك الكلام ده برضو في المره اللي فاتت، وكارت ارهاب غير واقعي، ان انت والله انا هسحب المقر، رغم ان انا قلت لك كل يعني دي للاسف كارت محروق جدا، لان لا يمكن ان الكلام ده كان يتم تحت اي مسمى، لا بالقانون ولا بالقوه ولا بالفتوانه ولا باي حاجه. قانونا انت محتاج تلتين الاعضاء في الجمعيه العموميه، لا يمكن رئيس الاتحاد ولا مكتب تنفيذي ياخد قرار زي ده. هو اصلا تلتين الاعضاء ما بيجيبش الرقم ده، ما بقول لك تلتين الاعضاء في الجمعيه العموميه. انا يعني اقول لك حاجه بسيطه، يعني لو مصر ما تعرفش تجيب 15 صوت، يبقى فعلا ما تستحقش ان انت تبقى موجود عندك الاتحاد في مقرك يعني. تمام. فانت محتاج تلتين الاعضاء عشان تسحب المقر. ثانيا، وده انا قلتها لك، الاتحاد الافريقي ده قايم على دولتين اقتصاديا، او الكوميرشال فاليو او القيمه التسويقيه بتاعت الاتحاد الافريقي ده قايم بنسبه كبيره جدا جدا على سوقين، السوق المصري وسوق جنوب افريقيا.
في بعدهم نيجيريا والجزائر والمغرب وحاجات تانية، لكن تمام. دول يمثلوا اكتر من 75-80% من القيمه التسويقيه للقعكه الافريقيه يعني. فوالله انت لو خرجت يعني كانك بتقول بمنتهى البساطه ان انا هقفل بالضبه والمفتاح بالظبط. فيعني ايا كان نتمنى ان شاء الله ان الاتفاقيه دي تكون في مصلحه مصر، ونتمنى اكيد المسؤولين في مصر يعني عندهم خبره اكبر في الامور دي يعني. طيب استغل وجودك معايا وهسالك سؤال له علاقه بالكره الاوروبيه. قرار كان صدر ضد مانشستر سيتي خلال الفتره الاخيره بخصوص مساله اللعب المالي النظيف. الناس رابطه اللعب المالي النظيف ان هي حجم ايراداتك اقل من مصروفاتك، فعندك ديون كتيره، فبالتالي بيتم حجبك او منعك من المشاركه في بطولات اوروبا نتيجه هذا القانون او اللعب المالي النظيف. انا جبت احصائيه او شفت الارقام اللي فيها ديون على بعض الانديه في اوروبا والانديه الكبيره. المان يونايتد 511 مليون باوند، برشلونه 271 مليون يورو، اليوفي 473 مليون يورو، السيتي هو الاقل 65 مليون اورو. فبالتالي السيتي هو اقل الانديه عليه ديون بالمقارنه بالانديه دي، لكن القرار طلع بسبب قانون اللعب المالي النظيف. هل ده له علاقه بالتضخم في عقود الرعايه ولا له علاقه بالديون فعلا؟ لا، هو يمكن هو انت قلت الجزئيه الثانيه هي اللي صح. هو الحقيقه مش عشان موضوع الديون، هو أيوة. يعني لو بصيت بقى على الديون، انت ما اعرفش ازاي انت وقعت الجزئيه دي، واكبر نادي عنده ديون هو ريال مدريد يعني. ريال لا مدريد ما جبتش الاكبر. انا دول وقعوا قدامي. ريال مدريد هو الاكبر، لان ريال مدريد اصلا عايش على ويمكن اسبانيا بس المكان الوحيد اللي بيحصل فيه الملعب ده، ان انت يعني انت النهارده يقدر رئيس النادي الاهلي يخش على رئيس بنك يقول له انا عايز منك نص مليار جنيه قرض. هتعمل بيهم ايه؟ هشتري لعيب، يوم موافق له على القرض. طبعا لو النهارده رئيس النادي الاهلي عمل الكلام ده هيتسجن تاني يوم في مصر، لكن هناك انت من حقك تعمل كده. متاح اسبانيا بيخش ياخد قروض بنكيه في مقابل انه يمول صفقات لاعبين، وبيعمل دراسه كامله ايه اللي هياخده من ورا توقيع اللاعبين دول. وده حصل من ايام صفقات ديفيد باكم والجيل الذهبي المشهور بتاع ديفيد باكم وزيدان، وده اتمول كله بقروض بنكيه. لكن الفكره ان انت طبعا بتقدر تريكفر، بتقدر ان انت تمشي الدوره وتدفع المبالغ دي، لان انت في يوم التوقيع بتحقق تقريبا نص القيمه اللي انت خدتها بتردها في نفس اليوم من قيمه التسويقيه بتاع اللاعب، سواء التيشيرتات او المنتجات بتاعته يعني. تمام. فاللي حصل فعلا هو القيمه بتاع الاسيت، هو ده المشكله اللي كانت بتحقق مع السيتي. وهي لعبه ظريفه يعني، اعتقد بس الاخوه في الامارات ما عرفوش يلعبوها كويس مع الاتحاد الاوروبي زي الاخوه القطريين يعني. هو كان التحقيق مفتوح مع اثنين، مع بي اس جي باريس سان جيرمان، ومع المان سيتي، ونفس النقطه اللي هي بتاعت التحقيق يعني. على حسب ما يعني معلوماتي ان هو التقييم القيمه التسويقيه بتاع الرعاه بتوع النادي يعني، هل فعلا انت لما تيجي مثلا القطر ايرويز او القطريه تقول ان انا احط 100 مليون يورو في بي اس جي، هل ده رقم منطقي ولا رقم مبالغ فيه وده صفقه يعني مقنعه؟ ده اللي كان بيتحقق فيه بمنتهى البساطه يعني، باختصار يعني. هل ده فعلا القيمه الحقيقيه للقميص بتاع بي اس جي ولا القميص؟ قالوا نفس الكلام للسيتي يعني. فالنتيجه ان ناصر خليفي بقى عضو في لجنه الاتحاد الاوروبي، لكن الاخوه في الامارات يمكن ما ظبطتش معاهم يعني. بس يعني هنشوف، لان برضو سيتي نادي انجليزي والانجليز ليهم وزن كبير، مش سهل في اوروبا، وهم حتى يعني مستقين لان عندهم نادي كبير. فلسه يعني لسه القصه فيها ابيل او فيها يعني فيها استئناف وفيها لسه فيها خطوات كتير. لكن انا استغلت وجودك معايا عشان اسالك في الجزئيه دي، لان الناس في مصر الامور مش مفهومه بالنسبه لهم. الناس بتعتبر ان قانون اللعب المالي النظيف ايراداتك اقل من مصروفاتك، فبالتالي انت بتصرف كتير. لا، بيحصل كتير ان الايرادات بتبقى اقل، بيحصل كتير وممكن موجود. يحصل، بس هي الفكره كلها ان انت يبقى عندك بلان واضحه امتى هتعوض الكلام ده، هو ده الاساس يعني. لكن التحقيق كده ما كانش على الايرادات والمصروفات بس، التحقيق كان تركيزه على القيمه. بالظبط كده، بالظبط كده. في اي حاجه تحب تختم بيها حوارك؟ انا متشكر ليك جدا، ويعني اشكركم جدا جدا على الوقت اللطيف ده، واتمنى يعني ما اكونش تقلت عليك. لا ورق. بالعكس، احنا اللي بنشكرك بجد، لانك خبرات كبيره جدا في الاعلام وفي التسويق، وبنفتح ملفات يعني الاعلام الرياضي في مصر المفروض يهتم بيها الفتره الجايه على الاقل، حتى بنكون ثقافه جديده لدى المشجع الكوره في مصر. فانا بشكرك وكل التوفيق ليك يا استاذ عمرو الفتره الجايه، وباذن الله تبقى لقاءاتك معانا ان شاء الله الفتره الجايه اكتر واكتر باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. شكرا جزيلا استاذ عمرو شاهين الاعلامي القدير وخبير او مستشار التسويق خلال الفتره الاخيره. طبعا اللقاء كان مهم جدا، وفقره كانت مهمه جدا بالنسبه لمشاهدي الكره المصريه ومشاهدي النادي الاهلي بشكل خاص. اتكلمنا عن مباراه القمه، اتكلمنا عن الاهلي والزمالك، السوبر، ازاي الاهلي بيستعد، ازاي كمان العوامل الفنيه والذهنيه لكلا الفريقين خلال الفتره اللي جايه. الجزء الاهم البطولات الإفريقية وما يحدث في الخريطة الإفريقية في الفترة اللي جاية، لكن بشكل عام هنقفل الملف ده مؤقتا، هنركز في السوبر، المباراة إن شاء الله يوم الخميس، نعدي هذا الملف
وهيبقى في استعدادات وكلام كتير مختلف الفتره الجايه قبل مباراه سان داونز في ذهاب الدور ربع النهائي. واتكلمنا كمان على فكره لو المباراتين في يومين متتاليين الزمالك والترجي الاهلي وسان داونز ازاي كمان تقدر لائحيا تظبط هذه المساله في التدريبات الرئيسيه للفرق اللي هتكون موجوده في مصر سواء من الترجي او سان داونز قبل مواجهه طرفي القمه في مصر الاهلي والزمالك. بشكر حضراتكم على حسن المتابعه والمشاهده وباذن الله التقي بكم في حلقات اخرى قادمه، لكن بعد الفاصل زميلي العزيز محمد الصو وفي ضيافته الناقد الرياضي الكبير ومدير تحرير اخبار الرياضه الاستاذ محمد صادق. شكرا والى اللقاء.